افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية كرافت هاينز بمدينة السادس من أكتوبر. هذا وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مشاركته في افتتاح المصنع تأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلية، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة. شهد وزير الاستثمار وتجارة الخارجية حسن الخطيب توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر. تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءته وقدرة مستثمري الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، كما تستهدف إنشاء نظام بيئي أكثر ملائمة للاستثمار وبيئة مواتية. أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة استمرار جهود الهيئة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومن أهمها الرخصة الذهبية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى اليونان مصر فرص الأعمال والاستثمار الذي أقامته غرفة أثينا للتجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة المصرية والمكتب التجاري بأثينا لعرض الفرص الاستثمارية بمصر. ودعا هيبة الشركات اليونانية لإجراء جولات تفقدية لبيئة الاستثمار في مصر، مؤكدا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد تحسنا ملحوظا، حيث بلغ حجم التجارة البينية نحو ملياري دولار. ارتفع إجمالي إيراد شركة أبو قير للأسمدة إلى نحو 28 مليارا و870 مليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 57% عما هو مخطط، حيث تم تحقيق صافي ربح قدره 13 مليارا و480 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 126% عما هو مخطط. وخلال اجتماع الجمعية العامة للشركة في مقرها بالإسكندرية أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية استراتيجية العمل المؤسسي المحترف التي تتبعها إدارة شركة أبو قير للأسمدة وينفذها العاملون بكفاءة لتعظيم القدرات الإنتاجية. قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى فرع القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. جاء ذلك لمتابعة المستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي وكذلك الطاقة الكهربائية المشترى والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها سجلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد للخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 53% لتسجل 71 دولارا و89 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75% لتسجل 68 دولارا و18 سنتا للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 64% لتسجل دولارين و16 سنتا للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.41% مسجلة دولارين و90 سنتا لكل مليون واحدة حرارية بريطانية.
أكدت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أن نحو 24% من إنتاج النفط الخام و18% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية توقف بسبب العاصفة هيلين. وقالت الهيئة أن منتجي الطاقة أوقفوا إنتاج 427 ألف برميل يوميا من النفط، ونحو 343 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من مياه خليج المكسيك. وأضافت الهيئة التنظيمية البحرية أن 9 منصات نفط وغاز تم إخلاؤها اعتبارا من أمس، وهو ما يمثل نحو 2.4% من إجمالي منصات خليج المكسيك.